ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you doing, Princess Sumaya? This is your course plan. Inshallah, for this month, you will start memorizing Surah Al-Muddathir and confirming from Surah Al-Qiyamah to Surah An-Nas, inshallah. Now I'm going to read for you from ayah number 1 to ayah number, let's say, 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. And we will see you inshallah for today. Assalamu alaikum. Have a nice day.